بمناسبة ياسر حسنين، ياسر نفسه هو تجربة. يعني ياسر كان بيشتغل في شغلانة مهمة وليه خط معين، وخد قرار انه هيغير كل ده ويشتغل في الموسيقى وفي الغنى وفي الفن وينتج. هو عشان بيحب المزيكا. هو ياسر بيحب المزيكا، وبعدين ياسر طلع ناس كتيرة زي ام تي ام طبعا، زي ناس كتير قوي. ناس كتير. تتعرفتوا على بعض ازاي؟ ده موضوع من قديم قوي قوي طبعا. 19 سنة 20 والله سنة والله. ده واحد هو اللي عرفني بيه يعني. تعرفنا على بعض وشبطنا مع بعض بقى من ساعتها، حبينا بعض جدا. الكيمياء ظبطت، دماغ يعني الافكار، هو بيحب نفس المود. اكتر حاجه عجبتك في ياسر؟ معلش انا صوت تعبان شويه. لا ما احنا كده خلاص، احنا لازم ايه نبدا بقى نهدي اللعب. يا دوب ايه، هي غنوه ونقول كل سنه يا حبيبي. تحت امرك يا يوسف، انت حبيبي. الامر لله سبحانه وتعالى. انا عارف والله بجد، يمكن عشمي زاد حبتين بس برضه انا ما زودهاش. ما تقولش الكلام ده، تروح تريح كده. انا عنيا ليك. احنا محتاجينك عدوي، عايزين تريح قدام كويس. ايه اكتر حاجه حبيتها او عجبتك في ياسر؟ بصراحه رجولته، جدع، صاحب صاحبه. ما نقولش كده بقى لموضوع بقى الانتاج لا احنا ده ملوش دعوه بالشغل. بنتكلم كشخص الشغل، لانه شخصية، لان احنا على 20 سنه احنا ممكن نختلف مع بعض في يوم من الايام عادي جدا، وهو ممكن الراجل يبقى في اختلاف في الشغل، وممكن نسيب طبعاً بعض وحاجات زي كده. بنتكلم على الشخصية. شخصية لا راجل تلاقيه في المواقف تحتاجه تلاقيه يعني. سهل بقى في انك انت تقعد تقنعه بالمزيكا الجديدة وبنوع جديد من الكلام؟ طب ما تيجي نعمل انا وفلان غنوة سوا، طب ما تيجي، ولا يتمسك لا حبتين؟ لا بالعكس والله العظيم، والله لا مش عشان حاجة يعني، لا بس بجد بأمانة، هو عنده يعني افقه واسع شويه في المزيكا، فبيحب، عارف، هو فاهم دماغي، فاهم انا عايز اختار ايه. بيبص يعني لقدام، بيبص لقدام وعارف عدوي، وعارف انا خلاص دماغي رايحه فين. فهو ما عندوش حد، بس لو لقى حاجه مثلا شويه مش في مصلحتي شويه او مصلحته، يبقى ممكن نتكلم مع بعض فيها بقى. وده طبيعي، وده طبيعي. يخاف عليك ويخاف على نفسه، لانه بيخاف على نفسه طبعا. فبنقعد بقى شويه نتشاور في الحته دي، لكن هو مش دكتاتور خالص في الحته دي بصراحه يعني.